أبو بلال مرداس بن حدير أو مرداس بن أدي بن حدير بن أدي في ترجمته قد تجي بن أدي جدته وابن حدير أبوه. أبو بلال مرداس بن حدير رضوان الله عليه وجابر بن زيد رضي الله تعالى عن الجميع ضرب مثلا رائعا رائقا في المحبة والولاية، كان معا كفرسي رهان في سبيل الخيرات، وكان لا يفترقان إلا أنه بعد صلاة العشاء كل ينصرف إلى بيته. فإذا لقي أبو بلال رضوان الله عليه الإمام جابر في صلاة الفجر، يفارق بعد صلاة العشاء، فإذا لقيه في صلاة الفجر قال له لقد اشتقت إليك، متفارقين لعشاء، قال لقد اشتقت إليك، افتقدتك، وطالما نازعتني نفسي الوثوب لزيارتك في نص الليل في الثلث الأخير من الليل، كانت نفسي تنازعني لأن آتيك في ذاك الوقت، فكنت أحبسها حتى أذن الفجر. وكان بين بيت أبي بلال ومسجد جابر مسافة شاسعة، وما ذلك كان يقطع تلك المسافة ليلقى الشيخ الإمام جابرا رحمه الله ويبثه هذا الشوق الذي بعثه باعث الحب في الله سبحانه وتعالى. وجابر والحسن البصري أبو سعيد الحسن البصري الملقب بتقي الدين، الحسن البصري كان محبوبا جدا عند جابر بن زيد، ولا أدل على ذلك من لحظة الموت. عندما حانت وفاة جابر قال له ثابت البناني، قال له ما تشتهي يا جابر؟ قال أشتهي نظرة لوجه الحسن، أتمنى الآن في هذه اللحظة أن أرى وجه أبي سعيد الحسن البصري. وكان متخفيا من الحجاج بن يوسف لعنة الله عليه، فجيء به متخفيا حتى دخل عليه، ولما استوى عنده أكب على صدره ويبكي ويقول يقول لي يا جابر قل لا إله إلا الله، القصة مشهورة. هذه المحبة عند لحظة الموت يذكر إخوانه ويذكر أحب أحبابه في الله تبارك وتعالى. هذا الولاء الذي كان بين أصحابنا لم يكن شعورا فقط، لم يكن مشاعر فقط، يعني الواحد يحب أخاه في الله، وإنما تجاوز ذلك إلى حد صيانة القلب من أن يدخل إليه شيء من دنس الأحقاد. يعني ما لا فقط هو يحب، لا، أحبه ثم سور قلبه بسور منيع يمنع دخول أي حقد أو دخل إلى القلب. هذا لما التفتوا إلى قول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولما وجدوا أن الله يثني على أهل الجنة بقوله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، لا يمكن أن يكون إيمان بلا محبة.